فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الزيادة في التسليم في الصلاة؟ فيقول هل يجوز الزيادة في التسليم في الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا، العمل على السلام عليكم ورحمة الله، ولا يتابع الإنسان الشذوذات، الأقوال الشاذة ويشوش على الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.